الأخبار من الحدث. بعد قرارات ترامب بسحب المساهمة الأمريكية، الصحة العالمية تبحث عن مصادر تمويل جديدة. تحذيرات دولية من كارثة جديدة في اليمن حال تفشي فيروس كورونا. غداة تصفية الآلية الإرهابية بالقاهرة، مصر تشدد الإجراءات الأمنية حول الكنائس والمنشآت الحيوية. طابت أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم، هذه ساعة مفصلة من الحدث. التفشي الواسع لفيروس كورونا في أنحاء العالم لم يعد هو الأمر الوحيد الذي يقلق منظمة الصحة العالمية، فهناك أيضا سحب الولايات المتحدة الأمريكية لتمويلها من، وتحدث أيضا مدير عام الصحة العالمية وأعلن أن المنظمة ستبحث عن مصادر تمويل جديدة وستدرس تأثير القرار الأمريكي على عمليات المنظمة وكيفية تعويضها. وبحسب مسؤولين أمريكيين بارز، فإن تعليق المساهمة الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني أن التأثير سيكون سريعا على أنشطة المنظمة. وتعتبر واشنطن الممول الأكبر للمنظمة وتمول بنحو 20% من ميزانيتها بحسب آخر البيانات، حيث قدمت مبلغ 453 مليون دولار السنة الماضية، ما يعادل 10 أضعاف ما قدمته الصين. وذلك يعني أن وقف التمويل الأمريكي سيترك أثراً كبيراً على أنشطة المنظمة، حيث تعتمد منظمة الصحة العالمية على المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول فوق المساهمات المحددة. أما في ظل قرار الرئيس ترامب الأخير، فلا يتوقع أن تكون هناك ميزانية أمريكية طوعية للمؤسسة، ما قد يعطل بعض برامجها في مواجهة أزمة وباء كورونا. موقف الديمقراطيين في الكونغرس قد أبدوا اعتراضهم على القرار، واعتبروا أنه ليس بمقدور الرئيس قطع تمويل المنظمة العالمية بقرار فردي، إلا أن مسؤولي الميزانية بالبيت الأبيض أكدوا أن ترامب لديه خيارات أخرى، كمطالبة الوكالة الأمريكية المعنية بإعادة توجيه الأموال إلى أغراض صحية معينة. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. انضم لنا عبر سكايب من الجزائر الدكتور محمد قماري، طبيب عام ومختص في الوقاية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. دكتور محمد، للحديث عن هذه المنظمة، منظمة الصحة العالمية، وانقطاع جزء كبير من تمويلها من أمريكا تحديدا، يعني قضية 57 مليون دولار سنويا تقدم، كيف سيؤثر ذلك في نشاط المنظمة؟ مساء الخير، مرحبا. الحقيقة أن منظمة الصحة العالمية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية 46-47، يعني هذا هو تاريخ المنظمة العالمية للصحة. ربما هذا القرار الذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبله كانت هناك عريضة وقعها أكثر من 760 ألف شخصية عبر العالم يطالبون بتنحية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. ربما هذه من حسنات كورونا، أن تعيد كورونا بعض النشاط في دماء هذه المنظمة التي كانت طيلة هذا الوقت على الأقل في الثلث الأخير من القرن العشرين وهذا الربع الأول من القرن الواحد والعشرين أن المنظمة لا تعني إلا الأوبئة والكوارث في بعض دول العالم الثالث، وإلا بالنظر لميزانيتها المتواضعة 4.4 مليار
دولار فيها كثير من هذه النسبة يذهب لحوالي 7000 موظف بالمنظمة الدولية. فلو كنا جادين عالميا، لو كان العالم جاد في النظر لهذه المنظمة وهي الذراع المفترض أنها الذراع الأولى للمنظمة الأمم المتحدة لكانت ميزانيتها أقوى ولا كان لها رأي أكبر. لكن الوضع هو هذا قبل كورونا، أن الدول المتطورة أو المتقدمة أو العالم الأول كان لا ينظر إلى المنظمة إلا بوصفها آلية من آليات توزيع المساعدات على الدول المتضررة من الأوبئة في أفريقيا وآسيا، وأنها بالنهاية حتى هذه المساعدات هي تذهب للشركات المحتكرة لصناعة الأدوية والأمصال يعني التلقيحات والمعدات الطبية. هذه هي الحقيقة البائسة التي تخبرنا عليها أو نستشفها بعد أو في أعقاب أو في أثناء كورونا. الأمر الآخر أن المتضرر الأكبر للأسف الشديد هي هذه الدول الهشة، دول في إفريقيا حيث الأوبئة تضرب بقوة، ودول أخرى في آسيا وبعض الدول الأخرى هنا وهناك. أما العالم المتقدم فإنه بكل صراحة يريد أن يجعل من منظمة الصحة العالمية شماعة يعلق عليها الإرباك الذي حدث في نظمه الصحية التي ظن لوقت طويل أنها لا تقهر. قضية أنه ترامب يتهم اتهام مباشر منظمة الصحة العالمية في إخفاقها أو فشلها في إدارة الأزمة بالنسبة لكورونا، إما من ناحية التفشي أو التصريح عن أرقام أو إجراءات ربما لم تتخذ من قبل. صحت هذه الاتهامات أيضا على واقع معطيات أرقام وفيات وأرقام إصابات. الحقيقة أنه لا يمكن تحميل هذه المنظمة كما قلنا بالمؤشرات السابقة، مؤشرات الموازنة العامة 4.4 مليار دولار و 7000 موظف في هذه المنظمة، ثم أنه الملفات الكبرى للأمراض الناشئة في العالم كانت تحت إدارة النظم الصحية بالأساس في العالم المتقدم. أما الآن أن يعلق كل شيء على شماعة منظمة الصحة العالمية فهذا مؤسف في الحقيقة، على الأقل لا نستطيع أن نقول إلا أنه مؤسف. يبقى أنه ربما هناك تداخلات لا نعلمها في تسيير الملف. نائب رئيس الوزراء الياباني يقول أن المنظمة تتعاطى بطرق ما مع الصين، أو بعض الاتهامات الأخرى ربما يكون لهذه الاتهامات بعض الحقيقة أو شيء من الحقيقة، لكن الواقع أن العالم قد وجد نفسه مع أزمة كورونا ينظر إلى أننا لا نمتلك عالميا منظمة حقيقية لرصد الأوبئة والأمراض ومتابعة سير صحة السكان في المعمورة. هذا هي الحقيقة، يعني الحقيقة هي هذه. فالأنانية التي كانت أو الغرور الكبير الذي كان يطبع دول المتقدمة أنها لا تنظر للمنظمة كما قلنا إلا أنها آلية لتوزيع بعض المساعدات أو الإغاثة في حال حدوث أوبئة هنا وهناك. هل نستطيع القول دكتور محمد أنه ما قبل كورونا غير ما بعد كورونا بالنسبة للأبحاث العلمية، تقدم على مجال حتى الدول الصغيرة والتي تبحث الآن عن مخرج، أم سيظل الاعتماد فقط على الاحتكار للأدوية، وبالتالي نحن نريد أن نعرف إلى أين وصل التقدم في ذلك بما يخص اللقاحات أو المصل لهذا الفيروس؟ الدرس الكبير من كورونا الذي لن ينساه، درس قاسي يتعلمه العالم ما بعد كورونا، أننا تحدثنا عن الكوكبة وعن العولمة وعن أن العالم أضحى قرية، لكن دائما وفي أذهاننا نحن نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث عن الإعلام، نتحدث عن طورة الاتصال المهولة، نتحدث عن كثير من مفردات الكوكبة والعالم القرية، لكن نسينا هذه المفردة المهمة جدا هي مفردة الصحة. العالم الأكيد بعد كورونا سيفهم أنه هذه المفردة ضرورية جدا في الأخذ بالحسبان، سيعرف أنه لا أحد
يمكن أن يدعي أنه محمي أو أن لديه صك أبيض بأمان من الأوبئة ومن الأمراض، سيعرف العالم أن تفعيل منظمة الصحة العالمية وفق أطر جديدة ووفق منظور جديد ووفق مقاييس جديدة لرصد الأوبئة وحركتها في العالم هو الجديد ربما الذي سيتجه إليه العالم في أعقاب كورونا. أشكرك على استرسالك في إعطاء كل هذه المعلومات من الجزائر الدكتور محمد قماري، طبيب عام ومختص في الوقاية. شكرا دكتور محمد. على جانب آخر، تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي تحركات لتفادي تخفيف فوضوي وكارثي محتمل للقيود التي تفرضها دول الاتحاد. الاتحاد الأوروبي طالب 27 دولة بالتحرك بحذر شديد عندما تعود إلى الحياة الطبيعية، وأن تستند إجراءاتها على المشورة العلمية لتوجيه استراتيجيات رفع الإغلاق في الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي مسودة لخريطة الطريق تقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن تخفيف القيود سيؤدي حتماً إلى زيادة في الحالات الجديدة، وتحذر من أن هذا يجب أن يحدث فقط عندما تنخفض وتيرة انتشار المرض لبعض الوقت، وعندما تتمكن أيضاً المستشفيات من التعامل مع المزيد من المرضى. تقول المفوضية أنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولا يجب أن يكون هناك عودة جماعية إلى العمل. قد يعاد فتح المتاجر تدريجياً مع وجود قيود محتملة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول، ويمكن أن تبدأ الدراسة مجدداً مرة أخرى مع توصيات بترتيبات تسمح بمسافات بين الطلاب. تقول بروكسل أنه يجب ترك فجوة تقارب الشهر بين أي خطوة وأخرى، حيث أنه لا يمكن قياس تأثير كل خطوة إلا بمرور وقت. هذه الخطوط العريضة تأتي ربما لتجنب السيناريو السيء عندما تحركت كل دول أوروبية أو كل دولة أوروبية على حدة وبطريقة عشوائية مع بدء الأزمة وتفشي كورونا في إيطاليا.
من باريس ينضم إلينا مراسل الحدث حسين قنيبر. أهلا ومرحبا بك حسين. ينضم إلينا أيضا من مدريد ليث بزاري مفد الحدث. أهلا ومرحبا بك ليث. إذن يبدو أن العالم ما زال يسجل أعداد كبيرة في الإصابات. حسين كيف هو الوضع لديك؟ وأيضا هل من الممكن رفع القيود تدريجيا بحسب كثير من الأخبار التي ترد بين وقت وآخر؟ نعم، في الواقع بالنسبة للشق الأول من سؤالك، طبعا الأعداد تتزايد كل يوم. نحن ننتظر الحصيلة الرسمية الجديدة التي ستصدر بعد حوالي ساعة وربع الساعة من الآن من مدير عام وزارة الصحة جيروم سالومو. العدد عدد الوفيات كان أشار مساء أمس إلى أن 15,729 شخصا توفوا في فرنسا منذ بدء أزمة كورونا، كما أن عدد الحالات في غرف الإنعاش تراجع بواقع 91 حالة لليوم السادس على التوالي. يتراجع عدد الموجودين في غرف الإنعاش في فرنسا، وهذه علامة إيجابية يؤمل أن تتكرس خلال الأيام المقبلة وألا يكون الأمر مجرد تراجع عابر وخادع. أنا هنا موجود في ساحة سان ميشيل الشهيرة التي تكتظ عادة برواد المطاعم والمقاهي والتي تزدحم بالمرة وبالسيارات. ما لاحظه هو أن إجراءات العزل ما زالت مطبقة، إلا أن الخروقات أصبحت أوسع مما كانت عليه قبل أيام. وربما إعلان الرئيس ماكرون مساء الاثنين أنه سيصار إلى فتح تدريجي للمدارس بدءا من 11 من الشهر المقبل، وفتح تدريجي أيضا لبعض القطاعات في وقت لاحق. ربما هذا ما شجع الناس على الخروج جزئيا، ما زال خروجهم خجولا جدا، ولكن هناك أعداد من الناس وأن كانت قليلة لكنها أكثر مما نشهد عادة في هذه المنطقة. أيضا هذه الساحة، ساحة سان ميشيل القريبة من جادة سان جيرمان الشهيرة ومن جامعة السوربون ومن كاتدرائية نوتردام الشهيرة أيضا، التي توقف العمل بورشة ترميم الجزء المتضرر منها في الحريق الذي اندلع قبل عام كامل في مثل هذا اليوم من العام الماضي. اندلع حريق كنيسة نوتردام، توقف العمل في ورشة ترميمها. وأيضا في جوارنا ليس بعيدا من هنا تقع مناطق أخرى أيضا لها يعني شهرتها عبر العالم. وأنتقل معك لو سمحت لي بدقيقة. تفضل. سنقطع الشارع لننقل المشهد من الجانب الآخر. هنا عند نهر السين، نحن لسنا بعيدين جدا عن جامعة السوربون، عن الحي اللاتيني وعن حديقة لوكسمبور الشهيرة أيضا والمغلقة طبعا كجميع الحدائق العامة في فرنسا. إذن قطعنا الشارع، هناك أعداد من المارة أكثر بقليل وأعداد من السيارات أكثر بقليل من الماضي، ولكن ما زالت الحركة خجولة وضعيفة. نهر السين، إذن نحن هنا عند ضفاف نهر السين كما تشاهدين، على ضفتي النهر لا يوجد لا سياح ولا فرنسيون، لا أحد على ضفتي النهر. أشير سريعا إلى أن الحكومة أعلنت اليوم عن زيادة حجم الدعم للاقتصاد الوطني من 45 مليارا إلى 110 مليارات. سيعطى من ضمن هذا المبلغ 24 مليارا لدعم الذين أحيلوا على البطالة الجزئية، وسيقدم مبلغ 20 مليار يورو من ضمن 110 مليارات. سيقدم مبلغ 20 مليارا إلى الشركات المتعثرة، كما أن القطاع الصحي سينال 8 مليارات يورو، وصندوق التعاضد سينال أيضا 7 مليارات. سيدفع مبلغ 1500 يورو لكل عامل في الجسم الطبي في المناطق التي شهدت اكتظاظا في مستشفياتها، وسيدفع 500 يورو أيضا للعاملين في القطاع الصحي في مناطق أخرى حتى لو كانت أقل اكتظاظا من المناطق التي اكتظت مستشفياتها. كما أن مبلغ 1000 يورو سيقدم كمكافأة للعاملين في الوظائف العامة الحساسة، وسيقدم مبلغ 150 يورو لكل شخص يعيش وحيدا، أما العائلات فيقدم مبلغ 100 يورو عن كل فرد من أفراد العائلة كدعم لأرباب العائلات الذين يواجهون الضائقة. هذا البرنامج الاجتماعي ستستفيد منه عائلات، وحوالي 4 ملايين شخص يستفيدون من هذا الدعم.
الدعم للقطاع الاجتماعي بالإضافة إلى أن الدعم للقطاع الاقتصادي مستمر. أيضا قطاع السياحة الذي خسر حتى الآن مبالغ كبيرة، يخسر كل شهر حوالي 11 مليار يورو القطاع السياحي، قدم له دعم من الحكومة، هناك مبلغ بمليار و200 مليون يورو رصد للقطاع السياحي لضمان القروض المترتبة على المؤسسات السياحية لصالح المصارف. إذن دعم حكومي في كل الاتجاهات. جميل، إذن أنتقل أيضا بسؤالي لليث. ليث، كيف هو أيضا الوضع لديك؟ تحدثنا سابقا أنه الحالات في زيادة مستمرة، هناك فتح أو رفع لجزء من القيود، ولكن مقابل ارتفاع في الحالات ما بين وفيات أو إصابات. خلافا لما يحدث للأسف في باريس كما قال الزميل حسين قبل قليل أن ارتفاع الوفيات، ولكن هنا الوضع مختلف. على كل حال نحن في حي مشابه للحي اللاتيني كما صرح، كما كان المكان الموجود فيه الزميل حسين في سان ميشيل في باريس. نحن في كي خاردين، أحد الشوارع الهامة في أزقة مدريد التي عادة تعج في السكان والزوار والسياح في هذه المنطقة، ولكن يشهد عدد الوفيات في إسبانيا انخفاضا، إذ يبلغ عددهم اليوم 523 حالة وفاة مقارنة بالأمس 567 حالة وفاة. طبعا منذ بدء حالة هنا اليوم عندنا في هذه النشرة يوجد لدينا إحصائيات مختلفة أسماء إذا بتسمحي لي. منذ بدء حالة الطوارئ الصحية في إسبانيا في 14 من مارس الماضي تم نشر 90,000 جندي من الجيش الإسباني في جميع أنحاء البلاد، وقاموا بعملية تطهير وتعقيم عامة ل 7900 منطقة وتعقيم و 3500 دور رعاية للمسنين و 1128 عملية تعقيم في المستشفيات والمراكز الصحية. كما حطت مساء أمس الطائرة بوينغ 747 في مطار مدريد براخس قادمة من الصين محملة بالمستلزمات الطبية التي اشترتها بلدية العاصمة الإسبانية مدريد، ومكونة من شحنة تصل ل 79 طنا من المعدات الطبية. وقد صرحت طبعا رئيسة بلدية مدريد إيزابيل دياس أيونسو بأن المعدات الطبية التي سيتم توزيعها على الفور على المستشفيات الأكثر اكتظاظا بالمصابين والأمس حاجة إلى تلك المستلزمات الطبية. كما ستكون طبعا هذه جميع الطائرات التي هبطت في مطار مدريد ومحملة بالمواد الصحية لمكافحة فيروس كورونا معفاة من الضرائب، وهذا الإعفاء الضريبي سيكون مؤقتا وحصري طبعا فقط لمطار مدريد أو الطائرات التي تهبط في هذا المطار. ولكن كما أكدت وزارة الصحة أن الأقاليم الإسبانية المستقلة تتمتع بمراكز صحية خاصة لإجراء الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم اختبار الكشف عن كوفيد 19 أو 19. كما يطالب وزير الصحة الإسباني أن تكون مراكز التشخيص السريري والخدمات ومرافق الرعاية الصحية المملوكة للقطاع الخاص متاحة للعامة. على كل حال تخرج إسبانيا من الركود وتعود اليوم لاستعادة بعض الأنشطة غير الأساسية. في هذا الحي لا يوجد من تلك الأنشطة لأن هو حي سكني ويحوي بعض المناطق السياحية، ولا يوجد صناعة كالصناعة الثقيلة والبناء، لكن العزل سيستمر في هذا البلد قد لمدة أسبوعين، ومن ثم طبعا دون استبعاد احتمال الحفاظ على القيود أو تعزيزها بعد 26 أبريل. لكن السلطات التنفيذية لا تستبعد إطالة العزل حتى 11 من مايو إذا لزم الأمر، ولكن إعادة الفتح الجزئي للاقتصاد لا تعني نهاية العزل لجزء كبير من السكان واستمرار تعليق جميع الأنشطة السياحية والتعليمية والرياضية. رغم هطول الأمطار الغزيرة اليوم في مدريد، ما زال هناك من يكسر الحظر للأسف أسمى، إذ تم اعتقال أكثر من 100 شخص خلال 24 ساعة يعني من امبارح لليوم، وتم فرض عقوبات على أكثر من 23,000 شخص منذ بداية حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار طبعا فيروس كورونا في إسبانيا، وإجمالي عدد المعتقلين منذ بداية الأزمة 4,547 شخص، وتم فرض عقوبات على أكثر من 500,000 شخص. وحالات الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا ترتفع طبعا 172,541 حالة حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية والتي مقرها طبعا مدريد العاصمة الإسبانية. هنا في أقل من دقيقة ليث، يعني التزام الناس حتى اللحظة هل هو إيجابي بالفعل؟ هناك إدراك لحجم ما يحدث؟
هناك إدراك وهناك الكثير. إذا أخذنا الكاميرا في عمق هذا الطريق كي خردين نشاهد أنه يوجد أحيانا أشخاص لا يلتزمون، لا أدري لماذا بصراحة. شاهدنا قوات الشرطة في بعض المناطق هنا في مدريد، وشاهدنا أشخاص لا يرتدون كمامات ويمرون بمحاذاة قوات الشرطة في هذه المدينة ولكنهم لا يرتدوا كمامات أبدا. انظري إلى هذا السيد الذي يمر أمامنا، يخرج من حالا من صيدلية قرب مكان التصوير ولا يرتدي كمامة، بالرغم أن هذه السيدة التي نجت في المقابل الجهة الأخرى من الطريق هي ترتدي كمامة ولا تدخل إلى المكان إلى 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 المتجر الذي خوفا طبعا من الإصابة أو من قد يكون أحد مصاب في هذا المتجر، ولذلك هناك لغط. لا أدري لماذا بعض الأشخاص يرتدون كمامات والبعض الآخر لا يرتدي. أزمة وتمر على سلام إن شاء الله ويتعلم منها العالم درس كبير. شكرا جزيلا لك من مدريد ليث بزاري مفد الحدث، أيضا شكرا جزيلا لك من باريس مراسل الحدث حسين قنيبر. شكرا حسين. إذن وسط ضجيج كورونا هدأت الكرة الأرضية أقله على الصعيد البيئي. في حسابات علماء البيئة إذا كانت كمية الجسيمات الملوثة الصلبة أو السائلة تتراوح بين 150 و200 وحدة باليوم الجيد، فإن مستوى هذا المؤشر حاليا هو بضعة عشرات، وهذا يعني أنه لتنظيف الهواء الجوي يكفي وقف حركة وسائط النقل وعمل بعض المصانع. فخلال يومين فقط انخفضت كمية الدقائق العالقة وأكاسيد النيتروجين في الهواء إلى النصف، في حين انخفضت نسبة أول أكسيد الكربون بمقدار الثلث. ووفقا للخبراء فإن حجم ثاني أكسيد الكربون والمنبعث إلى الغلاف الجوي كان بتزايد مستمر منذ نهاية عام 2018، لكنه حاليا بسبب فيروس كورونا وأزمة الوقود سينخفض تقريبا بنسبة 4%، وهي نسبة لم تسجل حتى في سنوات الحرب العالمية الثانية. من جانب آخر بدأت مخلوقات بحرية تظهر بكثافة مثل حوت السردين، أما أسود الجبال فتجوب الشوارع دون خوف وتشعر الثعالب أيضا بالأمان. في بريطانيا مثلا استولت الغزلان على المدن الخاوية. إلى هنا المعلومات والأرقام تبدو الشيء الوحيد الذي يدعو للتفاؤل بزمن كورونا، لكن خبراء البيئة توقعوا أن تتقلب أو تنقلب أو تبدأ تظهر تدهور بالأوضاع البيئية في مرحلة ما بعد كورونا، حيث توقعوا أن تعطى الأولوية حينها للانتعاش الاقتصادي والرعاية الصحية، ما يؤدي لتراجع الطبيعة والمناخ للمرتبة الثانية.
حذرت منظمات دولية بينها الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في اليمن والذي تمزقه الحرب غير قادر على مواجهة الجائحة العالمية كورونا. وبحسب تقارير دولية لم يغزو وباء فيروس كورونا اليمن بشكل واضح بعد، إذ لم تكشف الفحوص القليلة التي أجريت إلا عن حالة إصابة مؤكدة واحدة، لكن منظمات الإغاثة تخشى أن تكون هذه الحالة نذيراً بتفشي كارثي بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن الاستجابة ستكون صعبة إذا وصل تفشي كورونا إلى المناطق الريفية حيث لا توجد مرافق صحية، فيما تبدو إمكانيات الفحص منعدمة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. معارض منح إيران قرضا من صندوق النقد، وبومبيو يقول أن لدى نظام طهران ما يكفي من المال لمكافحة كورونا. قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة، أصبحنا الحدث. استمرار المباحثات التركية الروسية، من جانب آخر تهديد من أردوغان لقوات النظام بطردها من إدلب حال عدم انسحابها. الحشود العسكرية التركية التي لا تتوقف بعبور الحدود إلى الأراضي السورية، ما الهدف منها؟ الأتراك والروس يجتمعون ليس لبحث وقف إطلاق نار بقدر ما هو لبحث آلية إدارة هذه المناطق الجديدة التي سلمت للنظام. تتحدث روسيا عن الإنسانية وهي التي اتخذت حق النقض الفيتو ضد كل مساعدات إنسانية إلى سوريا. تركيا تدعم الفصائل المسلحة من أجل تعطيل ما تم الاتفاق عليه. هل نحن بالفعل إزاء تصعيد فعلي على الأرض؟ تصعيد ما زال يسود هذه المنطقة لا سيما محافظة إدلب. تركيا استهدفت مواقع لقوات النظام في منطقة سهل الغاب. خبر العاجل، طيران النظام يقصف رتلا عسكريا تركيا في محيط مدينة الأتارب. كيف تقرأ هذا التطور العسكري؟ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الآن وقوفها إلى جانب تركيا ضد قوات النظام وروسيا، هل يغير في المشهد شيء؟ أهلا بكم من جديد إلى مصر، حيث شدد الأمن المصري إجراءاته حول الكنائس والمنشآت الأمنية بعد تصفية خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة كانت تخطط لشن هجمات تزامنا مع الأعياد المسيحية. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بمقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمة لبؤرة الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة. الداخلية المصرية كشفت أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لشن هجمات تزامنا مع الأعياد المسيحية، وقد جرى العثور على 10 قطع سلاح وكميات ضخمة من الذخائر وتحديد مخزن أسلحة ومتفجرات تابع للخلية بمنطقة المطرية شرق القاهرة. بيان الداخلية أفاد بسقوط المقدم بقطاع الأمن الوطني محمد فوزي الحوفي في اشتباكات حي الأميرية. قال تحالف الفتح برئاسة هادي العامري أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوجه الشروط والمطالب ذاتها التي دفعت المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي إلى الانسحاب من تشكيل الحكومة،
وقال النائب عن الفتح حنين القدو أن القوى السياسية بعد ترحيبها بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعضها أصبحت تطالب من الكاظمي حقائب وزارية ومناصب تنفيذية في الحكومة المقبلة، وأنه أصبح يواجه بعض العراقيل نحو تشكيل حكومته بسبب الشروط والمطالب التعجيزية التي وضعتها الكتل السنية والكردية مقابل منح الثقة لحكومته هي ذاتها التي دفعت المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي للاعتذار والانسحاب من تشكيل الحكومة. من جانبه قال الكاظمي أنه رئيس حكومة أزمة لا يمتلك لا هو ولا غيري عصا سحرية لحل الأزمات التي يمر بها العراق. تفاصيل أكثر حول الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مع الزميلة هدير الربعي. أهلا هدير، تفضلي. أهلا أسماء. إذن بعد اجتماع قادة الكتل الشيعية أمس منح الكاظمي الضوء الأخضر طبعا لاختيار تشكيلته الوزارية من مرشحي الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي من دون أي قيود، لكن ما تم الاتفاق عليه طبعا تخلف عنه تحالف الفتح الذي شارك بالاجتماع وعاد ليعلن اليوم أن الكاظمي يواجه نفس الشروط والمطالب التي دفعت المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي إلى الانسحاب من تشكيل الحكومة. النائب عن الفتح حنين القدو الذي أكد وله طبعا الحديث أن القوى السياسية بعد ترحيبها بتكليف الكاظمي أصبحت تطالب بحقائب وزارية ومناصب تنفيذية، وأصبح الكاظمي في هذه الحالة يواجه بعض العراقيل في تشكيل حكومته بسبب ما قال إنها الشروط والمطالب التعجيزية التي وضعتها الكتل السنية والكردية مقابل منح الثقة لحكومته، وذلك من خلال تصريحات تحالف الفتح. نجد تناقضا كبيرا بين منح الكاظمي الضوء الأخضر أمس وبين عرقلة تشكيل حكومته، علما أن الكاظمي كان أعلن أن أسماء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة لديه الآن، كما دعا الكتل السياسية إلى التعاون معه لعبور الأزمة الحالية، مشددا على أن مهمة الحكومة هي التهيئة للانتخابات المبكرة والتصدي للتحديات الطارئة المتمثلة بمواجهة كورونا وتدني أسعار النفط، مؤكدا أي الكاظمي أنه رئيس وزراء أزمة ولا يملك هو أو غيره عصا سحرية لحل كل أزمات العراق مرة واحدة وخلال زمن قصير. ويرى مراقبون أن اتباع رئيس الوزراء المكلف استراتيجية توازن المصالح أو ما قيل بأنها توازن المصالح في مفاوضاته أو ما بعد منحه الثقة هي أفضل الزوايا للخروج من حالة الانغلاق السياسي الحالية، مع النظر إلى طبعا عدة مصاعب سيواجه حيال التوازن توازن المصالح، وهو التوازن ما بين مطالب المتظاهرين وخوف الأحزاب من عودة التظاهرات بقوة مرة أخرى. الأمر الآخر هو إرساء مفهوم الدولة ولا دولة السائد الآن في العراق، فضلا عن كيفية التوازن بين الحكومة والفصائل المسلحة التي تمتلك السلاح بكثرة في العراق، وأيضا خلق التوازن في العراق ما بين واشنطن وطهران من خلال علاقات متوازنة. إذن أسماء، كل هذه الملفات ربما ستصعب من عمل حكومة الكاظمي المقبلة وتحتاج إلى وقت لفك هذا التعقيد بالفعل. هدير، نعم. نعم. شكرك جزيلا. أشكرك. عودة إلى اليمن وتحذير منظمات دولية بينها الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في اليمن والذي تمزقه الحرب غير قادر على مواجهة الجائحة العالمية كورونا، حيث تخشى منظمات الإغاثة من تفشي كارثي بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. كما اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن الاستجابة ستكون صعبة إذا وصل تفشي كورونا إلى المناطق الريفية حيث لا توجد مرافق صحية. معنا من القاهرة الدكتور حمزة الكمالي الطبيب العام اليمني. أهلا ومرحبا بك دكتور حمزة. دكتور حمزة، يعني كما تتحدث دائما كل المنظمات الطبية عن حالة الحرب التي تسود اليمن، وبالتالي أن اليمن لا يعمل بقوة وبكفاءة في المجال الصحي. نحن نعلم أنه 51% فقط من قوة المجال الصحي والباقي مدمر، حتى 51% أيضا هو متمركز في مناطق ويفتقر إلى الكثير من الخدمات الصحية. إلى الآن هي حالة واحدة فقط وتم السيطرة عليها في حضرموت، ماذا بعد؟ ما هي الإجراءات الاحترازية لا قدر الله إن حصل شيء؟
تتعاطى مع كل الاحتمالات. الحكومة وضعت مثل ما قلنا من اللحظة الأولى موضوع الورست كيس سيناريو، أسوأ سيناريو محتمل، وهو أن يكون عندنا حالات وحالات كثيرة جدا. نحن نتعاطى وفق إطار عام، الإطار العام الذي تقوم به الحكومة والذي مددته اليوم والذي أكدت عليه هو باجتماعها البارحة برئاسة الدكتور معين عبد الملك سعيد، وهو تمديد عدم منع الحركة، منع التحرك والمنافذ وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة الأفراد والمسافرين باستثناء الحركة التجارية. الأهم في تصوري الآن هو ما نقوم به على المستوى الآخر، وهو تجهيز المستشفيات ومحاولة إنعاش المستشفيات التي مستشفيات الحميات أو المستشفيات التي يمكنها أن تواجه هذه الجائحة بقدرات طبية، سواء على مستوى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمة أو مركز الملك سلمان لغاثة، بتوفير أسرة الرعاية المركزة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي. هذا العمل يتم القيام به على مستوى عدة محافظات، على مستوى المحافظات المحررة وأيضا على مستوى المحافظات التي تحت سترة الحوثي عبر تيسير عمل منظمة الصحة العالمية. وكما قلت سابقا بأن الحكومة تتحدث بشكل واضح بأنها ليس عندها مانع من التعاون مع الجهات الصحية سواء في صنعاء أو في صعدة أو في أي مكان. مسألة الشعب اليمني كله مسؤولية الحكومة، ولكن يبقى الجهة الأخرى دكتور يد العون والمساعدة، هو لا يخفى الأمر على أحد، يبقى الجهة الأخرى التي لا تتعاون. يعني كيف ما مقدار الضغط على هذه الجماعة؟ ميليشيا الحوثي لا تتعاطى بمسؤولية أبدا. أنا قلت سابقا وكررت أن الحوثيين يسرقون الضرائب والجمارك ولا يقدمون للناس حتى أدنى مسؤولية، وهي الرواتب التي يمكن مفترض أنه مداخيل المناطق التي تستفيد الحوثي من الضرائب والجمارك تبلغ أكثر من 800 إلى 900 مليار ريال، لا يتم تسليم ريال واحد كمرتبات أو معاشات لأي من هذا، على عكس الحكومة التي تقوم بالتزام كامل بدفع 60 إلى 70% من المعاشات والرواتب لجميع مناطق اليمن. ما يهمنا في هذه اللحظة هو مواجهة كورونا كما قلنا وكما أكدنا بأنها جائحة دولية وعالمية، وهي كارثة على المستوى الإنساني والبشري ولها تبعات اقتصادية، لكن ما يهمنا في هذه اللحظة هو الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين اليمنيين. تجهيز المحاجر الصحية يجري على قدم وساق على جميع المنافذ، سواء في ميناء الوديعة أو في منفذ شحن أو في المنافذ الأخرى الجوية، حتى في ميناء عدن وميناء سيئون، لتجهيز المطارات لاستقبال اليمنيين العالقين خارج اليمن، بالإضافة إلى التوجيهات التي وجهها البارحة رئيس الوزراء بصرف الربع الأول والمساعدة المالية الخاصة بالطلاب اليمنيين في الخارج، وبالإضافة إلى محاولة يعني وضع تصور واضح لتقديم معونة مالية للمواطنين اليمنيين خارج اليمن الذين لم يستطيعوا العودة، والتأكيد بكل صراحة على أننا يجب أن نقوم بالتشديد على إجراءات العزل باستمرار في إغلاق الأسواق، الالتزام الكامل من قبل المواطنين وهو ضروري في بالإجراءات على المستوى المحلي وعلى المستوى العام في جميع المناطق المحررة وجميع مناطق اليمن، بأنه عليهم أن يتجنبوا التجمعات، عليهم المحافظة على النظافة الصحية، عليهم التعاطي بجدية وليس بخوف. قلنا أنه نحن أمام طريقتين للتعاطي، إما أن نخاف ونهلع فنذهب إلى الأسواق ونعمل ضغط على السوق التجاري فتشح السوق ويزيد الضغط عليها ويزيد الاحتكاك فتزيد الإصابات، أو أننا نتعاطى بعقلانية ونتعاطى بعقل واضح بأننا نلتزم بالتوجيهات ونلتزم بالصحة العامة ونتجنب المناسبات التي ليس لها أي داعي. لكن أهم من ذلك في هذه اللحظة هو التعاون الحقيقي والعمل مع وزارة الصحة ومع المستشفيات ومع السلطات المحلية لتوفير أسرة رعاية مركزة وتوفير مناطق للعزل نستطيع فيها إذا ما شكينا في حالات أو عدد حالات أن نعزلها ونحافظ على بقية المواطنين الذين هم مسؤوليتنا جميعا. لكن ما يجري الآن في هذه اللحظة من تصعيد عسكريين الحوثيين هو يصعب هذه الأمور. الحوثيون لا يكترثون، لا يهمهم موت الناس، الحوثيين يريدون ويتمنون أن تصل حالة الكورونا في اليمن إلى مليون عالم. لعلك تابعت معنا فيديو قصير أمس كان على الحدث تفضل. اليمني يعني الحديث بين حوثيين يتحدثون أنه إذا حد أصيب من أبنائهم أو يا إما يقتل أو يدفن حي، هذا هو طريقتهم للتعامل معه. أنا أتمنى أن لا يجمع الله بين كما يقول المثل اليمني أن لا يجمع الله بين عسرين. الحوثي هو أصلاً استنزف الدماء اليمنيين، تسبب في مقتلهم، يأخذ الأطفال، يأخذ كبار السن، يدمر النظام الصحي. نرى مرضى سرطان لا يستطيعون أن يذهبوا للمستشفيات، نرى أيضا مواطنين لا يستطيعون أن يتلقوا رعاية صحية بسبب تدمير الحوثي للبنية التحتية الصحية، احتكاره لموارد الدولة وعدم صرفه أي مصاريف أو مرتبات للقطاع الصحي، الذي بالعكس الحكومة تقوم بصرف جميع مرتبات القطاع الصحي وتقوم بصرف مرتبات المتقاعدين، بالإضافة إلى الحلول التي الحكومة تحاول
تحاول أن تعمل عليها لتوفير الإيرادات وسحب الإيرادات التي يسرقها الحوثيون لتوفير مرتبات لجميع المواطنين. نحن نعلم جيدا بأنه الوضع صعب وأنه هذا الوضع يجب أن يدفع الناس للتفكير بالسلام جديا، لكن ما يحدث حاليا ما يقوم به الحوثي هو استغلال لهذا الوضع، استغلال للانشغال الدولي بمواجهة كورونا والتصعيد الوضع عسكريا. أنا أتصور أنه هذا يعقد الأمر أكثر. الحوثي حتى هذه اللحظة لم يلتقط المبادرة الإيجابية الإنسانية التي قدمها التحالف العربي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار. هو ما زال يصاعد، ما زال يطلق الصواريخ البالستية، ما زال يريد أن يتقدم على الأرض، ويعتقد بأن هذه الحرب هي أكبر استثمار وأن الدماء اليمنيين لا تعني. لكن الأهم في هذه اللحظة هو كيف نتعاطى مع الفيروس وفق منظور سياسي وأن يكون هو مدخل للسلام. وأن هذا نسابق الوقت، يجب أن يكون مسار عاقل، أن نسابق الوقت سريعا في بناء منشآت صحية حتى لو مستشفيات ميدانية خاصة في مناطق النازحين والأماكن القريبة من مناطق النازحين. شكرا لك، هذا ما سمح به الوقت حتى اللحظة. كنت معنا من القاهرة الدكتور حمزة الكمالي الطبيب العام اليمني، شكرا جزيلا. نقلت شبكة فوكس نيوز تقارير استخباراتية تفيد بأن القوات الإيرانية تقف وراء الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع علم هونغ كونغ في مضيق هرمز يوم الثلاثاء. تهديدات إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز تجددت، هذه المرة طالت الصين. شبكة فوكس نيوز نقلت تقارير استخباراتية تفيد أن طهران احتجزت يوم الثلاثاء ناقلة نفط تحمل علم هونغ كونغ لفترة قصيرة، مرجحة أن يكون الحرس الثوري وراء الحادث رغم عدم اعتراف إيران حتى اللحظة. تفاصيل أخرى أوردتها شركة درايد جلوبال وشركة المخابرات البحرية الخاصة عن الحادثة، تم خلالها تحديد السفينة المختطفة على أنها السي تايبي وكانت قبالة السواحل الإيرانية، حيث صعد مجموعة من العناصر على متنها واحتجزوا طاقمها المكون من 22 فرداً جميعهم من الجنسية الصينية. بعد ذلك تم اقتياد السفينة إلى مدينة بندر جاسك ليطلق سراحها بعد مدة قصيرة بعد أن أدركت إيران أن السفينة صينية وليست غربية وفق تقرير الصحيفة. في حين حذرت شركة درايد جلوبال من وقوع حوادث بحرية في المضيق وحوله، حيث أبلغت في 27 من مارس الماضي عن اقتراب قاربين من سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي، وتكررت الحادثة في 2 أبريل حين اقتربت سفن الحرس الثوري من ناقلة أخرى. الحادثة تتزامن أيضاً مع سلسلة مواقف لمسؤولين إيرانيين انتقدت موقف الصين في قضية أزمة كورونا، محملين بكين مسؤولية انتشار الفيروس عالمياً. إلين يوسف، الحدث. من القاهرة ينضم إلينا رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الدكتور محمد عباس ناجي، أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. دكتور محمد، يبدو أن إيران لن تتوقف عن سلوكها العدائي حتى في ظل هذه الأزمة التي يواجهها العالم، يعني كما نقول العالم في مكان وهم في مكان آخر، ما زالت أدرعها تستغل كل لحظة ينشغل فيها العالم لممارسة أعمالها الإرهابية أو لتمويل أعمال إرهابية، كيف ينعكس ذلك على الوضع الحالي الآن؟ أهلا وسهلا بك. بالطبع كل ممارسات إيران في المنطقة تؤدي إلى تصعيد حدة عدم الاستقرار على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي وعلى كل المستويات. لو لاحظنا مثلا في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، في كل هذه الدول التي تتواجد فيها أو يتواجد فيها نفوذ لإيران أو تمدد لإيران، هناك حالة من عدم الاستقرار وحالة من الاضطرابات. لو لاحظنا واضح أنه إيران تحاول توجيه رسالة بأنه رغم كل الضغوط والعقوبات الأمريكية وأيضا انتشار فيروس كورونا، فإنها لن تتراجع عن نفس السياسة. هناك تطوير للبرنامج النووي، هناك تطوير للبرنامج الصاروخي، هناك استمرار للدعم العسكري للميليشيات الإرهابية والمسلحة في المنطقة، وأيضا إلى جانب كل ذلك هناك احتكاكات في مضيق هرمز ورسالة تهديدية من جانب إيران بأنها لديها القدرة على رفع كلفة الضغوط التي تتعرض إليها من خلال تهديد حركة الملاحة سواء في مضيق هرمز أو حركة الناقلات بالقرب من الحدود اليمنية. كل هذا يمثل رسالة من إيران للولايات المتحدة والدول الغربية بشكل رئيسي. هل ممارسات إيران في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به العالم دكتور محمد هو انعكاسات لسلوك سيستمر ولن يثنيها لا جائحة ولن يثنيها عقوبات لن يثنيها أي شيء؟
أعتقد ذلك، يعني لا يبدو أبدا من مواقف إيران وتصريحات المسؤولين الإيرانيين أن هناك تراجع، بسبب طبعا الضغوط التي تواجهها إيران ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية أو ما يتعلق بفيروس كورونا. ولو لاحظنا مثلا تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين تشير لأنه إيران ليست لديها مشكلة مالية فيما يتعلق بمواجهة كورونا، وهذا صحيح إلى حد كبير لأنه إيران ما زال لديها من الاحتياط النقدي ما يمكنها من مواجهة تداعيات الفيروس. إيران لديها ربما أكثر من 65 مليار دولار كونتها طبعا من عوائد الصادرات النفطية قبل العقوبات الأمريكية. ربما هذا الاحتياط يتآكل تدريجيا بسبب العقوبات، لكن ما زالت في منطقة الأمان بالنسبة لهذا الاحتياط، وبالتالي هي تنفق على مغامرتها في الخارج من أموال الإيرانيين ومن عوائد الصادرات النفطية في مرحلة سابقة. وبالتالي لا تصور أنه إلى الآن سيكون هناك تراجع في المستقبل من جانب إيران ما يتعلق بدورها الإقليمي أو برنامج النووي أو حتى الصواريخ البالستي. نعم دكتور محمد، ستبقى معنا أيضا للانتقال إلى خبر آخر أيضا بيخص إيران، ومن بعده لك التعليق. حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن لدى النظام الإيراني ما يكفي بالفعل من المال لمكافحة فيروس كورونا، وقال إن لدى المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات. بومبيو وفي كلمة له جدد معارضته منح صندوق النقد الدولي إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار، معتبرا أن تلك الأموال سيستخدمها النظام الإيراني في الحروب بالوكالة. بومبيو أشار أيضا إلى أن بلاده عرضت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب. أكد أيضا أن الأموال المرسلة إلى إيران لن تكون متاحة للشعب وسيتم إنفاقها على أهداف فاسدة على حد تعبيره. إذن دكتور محمد، يعني يبدو أن هناك تراخي حتى أيضا على مستوى بنك النقد الدولي، يعني ألا يعلم بممارسات إيران بأنها لن تنفق، وبالتالي هناك احتياطي مالي ونقدي من الممكن أن يحل أزمة كورونا داخل البلاد؟ هناك أزمة اقتصادية خرجت بسببها مظاهرات كبيرة، على أي أساس كانت ستمنح هذه المبالغ قبل التعليق أيضا على رد بومبيو؟ يعني في اعتقاد أن هناك حملة دبلوماسية شنتها إيران في الفترة الماضية دعمتها قوة دولية مثل الصين وروسيا، ربما هي التي مارست ضغوطا على صندوق النقد الدولي من أجل ربما التماهي مع هذه الدعوات لتقديم هذا الدعم النقدي لإيران بمقدار 5 مليار دولار. وإن كنت أعتقد أن ذلك ربما ليس سهلا لأنه هناك اعتراض من جانب الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تستند في رفضها لتقديم هذا الدعم إلى مبررين. المبرر الأول هو كما قلت في المداخلة السابقة بأن إيران لديها من الاحتياطي ما يمكن أن يساعدها في مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي ليست لديها مشكلة مالية حتى الآن فيما يتعلق بهذا الشأن. السبب الثاني هو أنه لا يوجد ما يضمن أن توجه إيران مثل هذا الدعم لي صالح معالجة المصابين بفيروس كورونا، وربما تجاوز عددهم أكثر من 74,000 وعدد الوفيات أكثر من 4,700 حالة، لكن ليس هناك ما يضمن أن إيران ستوجه مثل هذه الأموال للبنية الصحية لمعالجة المصابين وهكذا، لأن هناك إصرار من جانب إيران على تقديم مواصلة تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والمسلحة في المنطقة. هناك ضبط لشحنات أسلحة في الشهور الماضية من جانب إيران كانت في طريقها إلى اليمن على سبيل المثال. هناك إصرار من جانب إيران على التدخل في الشأن العراقي وأيضا في الشأن السوري والشأن اللبناني والفلسطيني، وهذا كله يتيح القول بأنه لا أعتقد أن إيران ستجني الكثير من الحملة الدبلوماسية التي شنتها على المستوى الدولي، سواء من أجل رفع العقوبات الأمريكية أو من أجل الحصول على قرض من جانب صندوق النقد الدولي. أخيراً دكتور محمد، ألا يعكس ذلك عدم وجود إرادة دولية بالفعل لتحجيم نشاط إيران؟ هذا صحيح، أنا أتفق معك في هذا الاحتمال لأنه لا يوجد موقف دولي واحد، هناك مواقف دولية متعددة وفي كثير من الأحيان متناقضة. يعني حتى الدول الأوروبية التي اقتربت بشكل كبير من السياسة الأمريكية تجاه إيران في الشهور الأخيرة ما زالت لديها رغبة في مواصلة التعاملات الثنائية مع إيران، وتعترض بعض الشيء على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا طبعا نهينا عن المواقف الصينية والروسية ومواقف بعض القوى الأخرى. طبعا هذا يوجه رسالة خاطئة لإيران تدفعها إلى الإمعان في نفس السياسة المتشددة التي تتبناها في الوقت الحالي. الشكر الجزيل لك، كنت معنا رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الدكتور محمد عباس ناجي، شكرا جزيلا.
مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة أينما كنتم، دائما لتحديث معلوماتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع قناة الحدث. يمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت. لقلوبكم السلامة أينما كنتم، دائما في خير، إلى اللقاء. Oh, over there.